جميعنا بيعرف انه تطبيق واتساب من اشهر التطبيقات للمراسلة، وما بعتقد في شخص الا بيستخدم هذا التطبيق. نهاية هذا العام والعام القادم رح يكون في تحديثات كبيرة على واتساب، حتى ممكن بعضها يكون جذري، تغير كثير من واتساب. بهذا الفيديو رح نغطي 3 تحديثات اساسية قادمة، بالاضافة لخبرين يمكن يزعجوا كثير من الناس اللي بيستخدموا واتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أصدقائي، معكم عويدة من قناة سكند ستيك، ورجعنا بفيديو جديد رح نتحدث فيه عن أخبار الواتساب. قبل هيك ما ننسى باستمرار الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك آخر الفيديوهات التقنية، وأكيد حسابي على الانستغرام بيهمني كثير متابعتكم، وإذا مهتمين أكيد بأمور التصوير والمونتاج وشوية حركات شوي بتختلف عن اليوتيوب تابعني على الانستغرام. التطبيق الأشهر عالميا والمملوك من قبل شركة فيسبوك هو واتساب، عم بيحطم أرقام قياسية باستمرار من ناحية الوصول للناس ومن ناحية الناس النشطة عليه. لكن هذا التطبيق كثير إجا عليه أخبار إنه هل راح يضل مجاني ما راح يضل مجاني. في أخبار عن هذا الشيء، راح يضل مجاني لكن ممكن مع بعض الإزعاجات. قبل ما ننتقل لهذا الخبر، وإذا حاب تعرفوا أكيد تابع لنهاية الفيديو، رح نحكي عن تحديثات أساسية جاية بالواتساب، تعرف عليها 3 تحديثات أساسية بهذا الفيديو. التحديث الأول بهم الناس اللي موجودين بمجموعات، كلها بنحط بمجموعات، أحيانا بطريقة محرجة، أحيانا مجموعات بدنا إياها، لكن يعني يمكن بعض الأحيان أو أغلب الأحيان تكون مجموعات محرجة، أو بعد ما تدخل عليها بتصير مزعجة، لكن الناس بتضل تستخدم هاي المجموعة، وأنت كشخص ممكن تكون منحرج بهاي المجموعة موجود فيها. يعني شخصيا موجود بكثير مجموعات بصراحة، مو قادر أطلع منها بسبب إنه ممكن يسبب لي إحراجات مع الناس الموجودين. لكن أحيانا بصير موضوع مزعج، فواتساب عملت طريقة أو تحديث، بالتحديث القادم رح يشي يسموه وضع الإجازة من النسبة المجموعة، فما عاد يجي تنبيهات أبدا، حتى مو مثل الموضوع اللي هن عاملينه حاليا اللي هو أنه تعملها سايلنت، لا ما عاد يجي أي شيء من هاي المجموعة وما عاد تظهر أنت بهاي المجموعة، لكن بنفس الوقت ما رح يبين أنك طلعت منها أو أنك عملت لها سايلنت أو أي شيء. فهي ميزة جديدة وجميلة بالنسبة للناس اللي فعلا بتسبب لهم مجموعات إحراج. أما الميزة الثانية وهي ميزة جميلة جدا، الناس اللي بيستخدموا تطبيق تليجرام ما راح تكون جديدة عليهم، بالعكس راح ينبسطوا منها اللي جاي على واتساب. لو هو شخص بعث لك أكثر من تسجيل صوت، فمجرد ما تشغل أول تسجيل راح يخلصه، وبعديها ينتقل للتسجيل الثاني وينتقل للتسجيل الثالث، أو حتى لو إلك أنت تسجيلات صوت كمان راح يسمعه، فأنت راح تسمعها بطريقة محادثة كاملة. أنا بتمنى من واتساب يعملوها مثل تليجرام، واللي مو عارف شو قصدي يروح ينزل تطبيق تليجرام ويحاول يتراسل مع أي واحد من أصدقائه عن طريق الفويس نوت، راح يعرف كيف هي فعلا عاملينها بطريقة رائعة جدا، بحيث أنت لو بتحط التليفون على أذنك وفي عندك مثلا 4-5 تسجيلات حتى لو من أكثر من شخص، تسمعها كأنها محادثة كاملة. النقل بيناتهم في فيد كثير حلو، تداخل الأصوات جميل، وبيعطيك سلاسة جدا رائعة بالنقل بين الأصوات على التليجرام، رهيب. بتمنى واتساب يعملوا هيك ما يكون في كت، بحيث أنك تستمتع أنت عم تسمعها وكأنها محادثة كاملة. أما التحديث الأخير أو الميزة الأخيرة، وهي ميزة لطيفة وجميلة، هي أنك ترد بشكل خاص على واحد بالمجموعة، مثلا لو كتب شيء وحاب ترد عليه بشكل خاص بدون ما أحد يقرأها، فهي موجودة، إمكانية موجودة بدون ما تروح تدخل عليه أو كلمني على الخاص أو بعث لي على الخاص أو ارسل لي على الخاص، لا فورا مباشرة بتحط رد، أو رد بيكون خاص بس ما بعرف كيف الطريقة يعني، هي فرح يقرأها فقط الشخص اللي أنت رد عليه، ما رح يقرأوا الناس الموجودين بالمجموعة. وهيك بنكون غطينا الميزات القادمة. أما الشيء اللي ممكن يزعج الناس فأنا شغلتين. بداية هذا التحديث تكلم واتساب أنه احتمال كبير بس يوصل هذا التحديث، إذا حدثت راح يمسح كل شيء موجود عندك على الواتساب. أنا استغربت يعني شو هالتحديث، بالنتيجة إحنا عم نحدث تطبيق مو عم نحدث نظام كامل، فحذروا إنه لازم تعمل باك أب لرسائلك لصورك لكل شيء اللي هو موجود على واتساب، لأنه بس إذا يجي هذا التحديث احتمال يمسح لك كل شيء. هاي شغلة. الشغلة الثانية وهي مزعجة جدا اللي صار عليها إشكال، اللي هي أصلا أدت لاستقالة مدير واتساب، والخبر هو أنه واتساب احتمال يصير يحط إعلانات ضمن المحادثات. يعني تخيل أنت قاعد تحكي مع صديق لك فجأة يصير يظهر لك إعلانات. طبعا الخبر كان أو تفاصيله كانت أعمق من هيك بكثير، اللي هي أدت لاستقالة مدير واتساب السابق أو اللي كان هو صاحب واتساب بعد قبل ما تشتريها فيسبوك. كان الخبر أنه واتساب عم بطالب حتى أنه ممكن تعطي أرقام الناس للشركات، يعني مثلا
بعد ما تعرف اهتمام مثلا اهتمامي انا بالكاميرات ممكن يصير رقمي عند الشركات اللي بتحب انها تروج موضوع الكاميرات او كذا، بصير يبعثوا لي رسائل خاصه، يعني تصير الشركه تبعث لك رساله خاصه انه موضوع الدعايات. يعني تخيل انت الدعايات اللي كلنا بنعرف، بس نعمل سيرش على جوجل على اي شيء فجاه بصير تظهر لنا دعايات هون وهون بالنسبه لباقي المواقع اللي هي فيها دعايات، او حتى انت عم تلعب لعبه او باي مكان بصير تظهر شيء اللي انت عم تبعمل عنه بحث. فتخيل هذا الشيء يصير يجيك على واتساب، انا بالنسبه لي موضوع مزعج جدا، يعني قد يصل لاني اترك كل التطبيق بصراحه واستخدم تطبيق ثاني. بتمنى انه هذا يكون الخبر مو صحيح، بتمنى شركة فيسبوك اللي هي مستحوذة على واتساب ما تكمل بيعني الطريقة هاي اللي عم تعملها وظنها تحبطنا بتحديثاتها القادمة، لأنه فعلا الفترة الأخيرة فيسبوك كانت سيئة جدا. فإن شاء الله بيكون هذا الخبر مو صحيح. هذا كل شيء كان اليوم، نعيد مرة ثانية. هذا كل شيء كان اليوم، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. حبيت فقط اني اتحدث عن التحديثات اللي جاي، واكيد قبل ما ينزل تحديث لو بيحذف الملفات انا راح اترك الخبر، ممكن اعمل عنه فيديو على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فلهيك تاكد ان تكون متابعني هون وعلى الانستغرام كما قويده من قناه سكند ستيك اذا حاب تفرع فيديوهات من هون، واكيد الاشتراك بالقناه بطريقه سهله من هي الدائره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.